جرت في قصر الصخير هذا اليوم مراسم أداء أعضاء الوزارة اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وقد استقبل جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أدى صاحب السمو الملكي اليمين الدستورية كرئيس لمجلس الوزراء. وقدم سموه إلى جلالته أعضاء الوزارة بعد صدور المرسوم الملكي بتعيينهم في مناصبهم. وأدى أصحاب المعالي والسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك المعظم. معالي الشيخ خالد بن عبد الله بن خالد آل خليفة لأداء القسم نائبا لرئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لأداء القسم وزيرا للداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني لأداء القسم وزيرا للخارجية. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة لأداء القسم وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيد جميل بن محمد حميدان لأداء القسم وزيرا للعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيد قادم بن فضل البعينين لأداء القسم وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن عيمي لأداء القسم وزيرا لشؤون الدفاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك لأداء القسم وزيراً لشؤون البلديات والزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة لأداء القسم وزير للنفط والبيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيد محمد بن ثابر الكعبي لأداء القسم وزيراً للمواصلات والاتصالات. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيد إبراهيم بن حسن الحواج لأداء القسم وزير الأشغال. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف لأداء القسم وزيراً للشؤون القانونية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور لأداء القسم وزيراً للتنمية الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان لأداء القسم وزيراً لشؤون الكهرباء والماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، ونحترم الدستور وقوانين الدولة، ونذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، ونؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد لأداء القسم وزيرة للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم
أن أكون مخلصة للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة لأداء القسم وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي لأداء القسم وزيراً لشؤون مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي لأداء القسم وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيدة نور بنت علي الخليف لأداء القسم وزيرة للتنمية المستدامة. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي لأداء القسم وزيرة للسياحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله العيمي لأداء القسم وزيراً لشؤون الإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة لأداء القسم وزيراً للتربية والتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو لأداء القسم وزيراً للصناعة والتجارة. بسم الله الرحمن الرحيم،
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي لأداء القسم وزيرة لشؤون الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. وقد رحب حضرة صاحب الجلالة يده الله بالوزراء، وأعرب عن بالغ التقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثنيا جلالته على العمل الدؤوب والمثمر الذي يقوم به سموه في خدمة الوطن وتعزيز مسيرته الحضارية والتنموية والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية لمزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية. كما هنأ جلالته أعضاء الوزارة على توليهم مناصبهم الوزارية، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن والمواطن، شاكرا في ذات الوقت أصحاب السعادة الوزراء السابقين على تحملهم المسؤولية بكل أمانة وإخلاص، وما قدموه من خدمات للوطن ستبقى على الدوام محل الاعتزاز والتقدير. كما عرب جلالة الملك المعظم حفظه الله عن اعتزازه بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وما تتخذه من قرارات تدعم نهضتنا الوطنية لما فيه خير الوطن والمواطنين، مشيرا يده الله أن تواصل البحرين مع العالم ومحبتهم لها والذي يحظى بالترحيب والتقدير من الجميع، وهذا عائد لمواقف البحرين النبيلة الداعمة للسلام والتآخي، وأن شعبها الكريم مشهود له بالولاء لوطنه والحرص على تطوره ورقيه. وأضاف جلالته أننا وبحمد من الله فإن مسيرتنا تتطور نحو الأفضل بعزيمة أبنائها الكرام، مؤكدا جلالته عن اعتزازه وتقديره لدور المرأة البحرينية والذي يمتد لسنين طويلة لخدمة وطنها وما تتميز به من كفاءة ومشاركتها الفاعلة وما تحظى به من قناعة أهل البحرين بدورها المهم للنهوض بوطنها، متمنيا جلالته بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من النجاح في أداء المسؤوليات الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة.